بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، قبل نقرأ قصيدة بعنوان عبد الحميد البديل: حل الثناء بمحياك مستبشرا، قد عاهدناك قبل النشور، قد حل ربيعك بنور الضياء، بعيد مجدك بانا أو سطور، اسمك بصمة لا تنسى، تبقى بذكرى ولا تمور، قدمت وانطفأت كشمعة، ألقيت في العلم كوحشك مقهور، وانشأت المديد المقهور، بيداك حميت العلم في الدخول، اليوم أنحيك فينا أملا، غرفت العلم بأشياك البذور، سخرت نفسك قهر الأمية، لتحيي الشعب المقهور، كنت تعلم الصغار في النسل المسور، تفكر الكبار بالظفور، كما عشر طلاب بكل دور، قد مات رجل يرمي النفس بالنور، فمن فيكم يصبح ابن باديس اخر، فقد فن بعد وجه من النور، فسموا عهدك بنور العلم، وكونوا كمثلي على عهدي، وتذكروا اليوم غير انك عصر العربيه، فلان قد ملك كل العصور، فالعلم لغه العصر يجور بخيرها، طغت لغات واجرب الفجور، فلا بد ان تصنع الدنيا كذكرى. لمن هم صعدوا قبلنا نسموا النصور فما شاء الطلاب يكونوا بالعلم على تكون في سكون سحور فخرت نفسك على نشر العلم وكنت بها معشوقا ومسحور اخذ الكلام اقول لكم وقلبي جدان لا تنسى اشتراك من قلبي لا يجدان